حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، وحتى مع عودة الأمور لنصابها بعد انتهاء زيارة الأربعين، لكن هذا لا يمنع من البحث في المشكلات المستأصلة في جسد هذه الشعيرة المليونية بغية إيجاد مسارات حل واقعية تتفادى تكرار المطبات والإخفاقات والتي تقفز في المقدمة منها موضوع التفويج الزائرين وبالأخص الوافدين من خارج البلاد. فأزمة النقل وعدد المنافذ المخصصة لتدقيق البيانات ما تزال دون الحاجة، والعدد المتزايد 20 عام والحلول لم تصب أو تصوب بعد بالاتجاه الذي يتلائم مع قدسية هذا المقصد، فالعملية تشهد الكثير من التلكؤ والغياب الواضح في التساوي بين منصات الاستقبال. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فالنجاحات الباهرة والتكتيكات المتوفقة التي حققها الحشد الشعبي في جميع مراحل عملياته العسكرية وفرض الواقع الميداني وتوفير المناخ للانتقال صوب ملاحقة ما تبقى من الجرذان، فخطته مقسمة بين أهداف رئيسية وأخرى فرعية وجميعها تصب في الخطة الموضوعية. هو يخوض حربا متوزعة على عدة جبهات وتوقيتات متزامنة لقن فيها تنظيم داعش الإرهابي بالاشتراك مع الجهود المتضافرة، لقنه دروسا كثيرة أربكت حساباته العسكرية وأسقطت دولته الكرتونية. ومن ميلاد هذه المؤسسة المجاهدة وحتى اللحظة تتوالى الانتصارات في البقاع المختلفة من أرض العراق. إذن مشاهدينا، تشهد عملية نقل الزائرين الأجانب منهم خصوصا في المنافذ الحدودية والمطارات تقصيرا واضحا للعيان برغم ما تتحدث به الجهود الحكومية المبذولة ومن دون أي تشكيك، لكنها ما تزال خارج دائرة الواقعية والمطالب النابعة من ضرورة مغادرة هذه الإشكالات. نناقش مشاهدينا هذا الملف بعد متابعة جزء من المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير المنافذ الحدودية في مطار النجف الأشرف الدولي. هذه المنافذ عملت على مدار الساعة من أجل تسهيل وانسيابية دخول الزوار. الأعداد التي تم إحصائها من دخول الزوار لغاية الآن تجاوز 3 مليون زائر إيراني وأجنبي دخلوا على مدار 24 ساعة من هذه المنافذ. كانت الأجهزة الأمنية والأجهزة الخدمية وهيئة المنافذ الحدودية على مستوى عالي من المسؤولية فيما يخص إجراءات التفتيش، وكذلك خضوع كافة الوافدين إلى الجوازات ونظام البايسز. كل هذه الإجراءات حدثت في هيئة المنافذ والدوائر العاملة من جمارك، وكذلك شرطة الجمارك والأجهزة الأمنية اللي موجودة، بالإضافة إلى دعم مباشر من قبل المحافظات التي فيها منافذ حدودية معتمدة للزيارة الأربعينية. أما ما يخص منفذ مطار النجف الأشرف، هذا المطار كان له جهود كبيرة صراحة تختلف عن باقي المنافذ الحدودية. أخواني، موضوع المغادرة مو موضوع سهل. اليوم نقول احنا انتهت الزيارة والأعداد اللي وصلت فاقت 3 مليون أو 3.5 مليون زائر، ولكن هناك مهمة شاقة هي مهمة المغادرة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، رئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري. أهلا بكم سيد واثق، وكذلك ترحب بالكاتب والصحفي الأستاذ قاسم الغراوي انضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم سيد قاسم، وأبدأ معك سيد واثق. بداية، كيف وجدتم مجريات ومراسم الزيارة الأربعينية بعد نجاحها واستقبال وخدمة وحماية ملايين الزائرين من داخل العراق ومن الخارج؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام للضيف الكريم. طبعا اكيد العالم الكل يشهد يعني بما حدث يعني هذا العام يعني بالذات في زيارة الأربعين،
وهذه الجموع المليونية، وكيف أحيا العراقيون ومن شاركهم يعني في هذه المراسيم، يعني كانت ذكرى عظيمة ومشاركة واسعة، وأبدو الشعب العراقي يعني أبدا يعني بمنتهى الكرم والخدمة واستذكار هذه المناسبة العظيمة. وأكيد تاريخ العراق طبعا هو متجذر من أصل هذه المناسبة، وهي واحدة من ركائز المجتمع العراقي، يعني شعائر الحسينية بالذات، يعني العراق يعني منذ تاريخ الدولة العراقية إلى اليوم معظم الأحداث والمجريات التي حدثت يعني في تاريخ الدولة العراقية هي ممتدة من آثار الثورة الحسينية، وانعكست بشكل واضح على المجتمع العراقي، يعني سواء في مجال الكرم والتفاني في خدمة الزائرين، وهذا واضح للعالم، بالإضافة إلى الثورات والحروب التي خاضوها، هي كانت ممتدة من الثورة الحسينية انتهاء بفتوى الجهاد الكفائي، وكل الشباب الذين ضحوا هم أبناء هذا الجيل، وهم من المشايخ ومن المساهمين في المواكب وشاركوا بشكل واضح. طبعا المشاهد طبعا مشاهد عظيمة لا يمكن أن توصف، يعني العالم يعني من الصعب أن تستوعب يعني هذه يعني بحدود أكثر من 20 مليون، طبعا هو الرقم يقول 21 مليون وكذا رقم، لكن أنا أعتقد من شارك في زيارة الأربعينية ربما يصل إلى 30 مليون يعني من الشعب العراقي، وأكثر من هذا الرقم، لأن بعض من ساهم يعني كان حتى في أيام الأربعينية كان من يحيي ويساهم وينشئ مواكب هنا داخل العراق، ومواكب أيضا في مناطق أخرى متعددة، يعني هنا في بغداد من ذهب إلى زيارة الإمامين الكاظمين، في البصرة أيضا مسيرات، في العالم يعني كل العالم يعني، وهذه الذكرى يعني أصبحت شاهدة وواضحة، العراقيون في كل مكان في العالم بدوا يحيون هذه المشاعر، وبدأت الأعلام الحسينية ترفرف في مطارات الدولية الكبيرة، ويعني وهذه انعكاساتها، وكل اللي جاءوا من الخارج يعني من أجانب يعني سواء من الإيرانيين من الجنسيات الأخرى، يقال إنه وصل إلى 80 جنسية يعني شاركت يعني في هذه الاحتفالية، يعني متفرقة من شعوب متفرقة شاركوا، الكل يشهدون يعني بطبيعة الاستقبال العراقي، طبيعة يعني ما رافق هذه المراسيم، طبعا هي أكيد انعكاس واضح للشعب العراقي، وأشادت حكومات ومراجع وشخصيات ومشاركين أشادوا ب طبيعة المجريات التي حدثت بالزيارة، وأكيد يعني أنا قلت كل هذه امتداد للثورة الحسينية وامتداد للفكر الحسيني، وبالتالي هو هذا فكر متجذر، ويبدو أنه يعني ما حدث يعني هذا العام يحتاج أيضا إلى تطوير، يعني تطوير آليات النقل، تطوير الخدمات، تطوير بعض الأشياء، لكن مع ذلك يعني أقول طيب. لا يوجد شعب في العالم. أنت ذكرت الآن أعداد كبيرة بحسب ما أكدت الجهات المختصة، يمكن 80 دولة أو 70 دولة جاءت منها وفود لإحياء هذه الزيارة، إضافة إلى الملايين من الموالين من الداخل العراق، هذا إلى أي درجة يعني مثل تحدي الجهات المختصة، أصحاب المواكب، قوات أمنية، حشد شعبي، الجهات الحكومية، شلون قدرت تتمكن من تجاوز هذا التحدي؟ يعني هي هذه شوف توضح يعني نقطة مهمة من نوع من التكافل الاجتماعي والتعاون يعني ما يعني بين الأجهزة الحكومية والشعب، الشعب يعني عندما يصبح الشعب هو أمين على الحفاظ على السلم وهو مساعد وهو مشارك يعني يعني الفعاليات معظم لا. الفعاليات هي يعني منها من يبدأ بشيء بسيط يعني حتى لو كان بأقداح من المياه، يعني اللي ما يملك المواطن العراقي يمكن يعني، وهي هذه طبعا ظاهرة يعني ربما تحتاج إلى الوقوف كثيرا، يعني أكو ناس يشتغل عام كامل من أجل يوفر للزيارة الأربعينية، يوفر يعني من أجل يقدم ويخدم، ويعني وإحنا شفنا ومشاهد يعني بالنسبة للزوار اللي يتحدثون اللي يجون من محافظات الجنوبية يعني بالذات، يعني وأنا حادث يعني كان عندي أصدقاء يعني جايين من البصرة، واتصلت بصديق بالناصرية إنه الجماعة وصلوا قريب من عندكم، فلقب يعني لما يروحون يم معزب يجون يتعاركون أشخاص إنه من أجل يضيفون أو يتقاسمون هؤلاء الضيوف أو يحيرون شيء يقدمون لهم الخدمة، طبعا أنت هنا 20 مليون وتقدم له مأكل ومشرب وخدمات، يعني أعتقد خدمات فوق ال5 نجوم، يعني أنت شنو اللي تشتهي نفسك، شنو اللي تريده من وسائل راحة، من وسائل أكل، من وسائل خدمة ما موجودة ومجانا تقدم، بل
بل يعني يتوسلون من اجل ان يقدموا له خدمه. وهذا يعني شيء غريب، يعني هذه ظاهره لابد ان تدرس. المجتمع العراقي يعني مر بتحول، واعتقد هذا التحول لابد ان يرسخ اكثر بعد. يعني هذه المفاهيم الموجوده في الزياره الاربعينيه، يعني الاجيال تدرس، واللي وجدناه يعني الاكثر انه اليوم الشباب اللي هم جيل الالفينات، الشباب الصغار هم اكثر اندفاعا، هم اكثر مشاركه، وهذا يعني يدلل على جيل جديد قادم، وهذا جيل واعي ومدرك يعني سواء للقضيه الحسينيه ومدرك لاهميه بلده والاعراف والتقاليد اللي موجوده، ويحاول ان يرسخ ويثبت هذه المفاهيم. طيب، ايضا هذه الزياره يمكن وصفت بالاستثنائيه، وارحب بك مره ثانيه سيد قاسم. الزياره كانت استثنائيه نظرا للاعداد الكبيره التي شاركت باحياء هذه الذكرى، زياره الأربعين من داخل العراق ومن خارج العراق، يمكن 70 او 80 دوله جاءت منها وفود. لكن كيف تمكن خدام الامام الحسين من تقديم الخدمه لهذه الملايين من الموالين؟ تحياتي لك ضيفك العزيز. حقيقه يعني الحسين تجسدت فيها كل قيم الاسلام الرافضه للظلم والرافضه للفساد، فكانت ثورته المعطاء التي فقدت هذه مئات السنين، واليوم وامس وغدا وبعد غد والاعوام القادمه ستبقى هذه السيره العطره، ثوره الامام الحسين عليه السلام، ملهمه الحقيقه للثوار، ملهمه للمصلحين، ملهمه لكل شخص يحب الاستقامه والالتزام بالقيم الاسلاميه والاخلاقيه، ويحاول ان يكون فعلا ثوره حقيقيه وتصحيح حقيقي لمسار السلطات في العالم. الامام الحسين شخصيه يعني بغض النظر عن كونه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب اهل الجنه، اذا تجردنا من هذه الصفات سنراه شخصيه تحتل المرتبه الاولى في كيف قدم نفسه. يبدو أننا فقدنا الصوت مع سيد قاسم. للأسف فقدنا الصوت مع سيد قاسم، نعتذر لكن نعود لك بعد قليل. ذات السؤال وسياق الحديث اللي كان يتحدث بها سيد قاسم الغراوي، يعني هذه المواكب من خدام الإمام الحسين تبذل الغالي والنفيس، أكو الناس اللي تجمع أموال بيانات حتى تشكل موكب، أكو أشخاص متمكنين، أكو ناس ضعيفين ماديا، فقراء، مواكب بسيطة. يمكن شاهدنا القطار اللي توقف في وسط الصحراء من أجل أن يجبر بخاطر موكب رجل هو وأبناء أطفاله، يقدم شيء بسيط يمكن ماء وغيره من الأمور للزائرين، وأبو القطار سائق القطار وقفه. شنو اللي مثل هذا بهذه الثورة بهذه الممارسات؟ يعني حقيقة يعني إحنا 20 مليون، لكن مع 20 مليون 20 مليون قصة، كل واحد يعني سار درب المشاية أو ذهب إلى كربلاء شاهد قصة، ولا قصة خاصة به. هي ثورة الإمام الحسين هي ليست فقط ثورة وإنما ثروة، أيضا ثروة في الجانب الأخلاقي والإنساني والاجتماعي، وثروة أيضا تدر بواردات على الشعب العراقي. طبعا هسه يجي واحد يقول يعني الشعب العراقي اكو ناس يعني بظاهر نظرتهم سطحيه، يقول لك العراق هذا اذا يطبوا بالزوار بلاش، وياكلون بلاش، ونقلهم اكو ناس تتبرع تنقلهم بلاش، شنو العراق شو يحصل يعني من هاي الوفود؟ طبعا هذا نظرته للاسف ضيقه، هو طبعا هي النظره يمكن اكثر ما تكون حقد على هذه، على نجاح هذه الزياره وعلى هذا الانتصار اللي يصير. بالحقيقه احنا اليوم اذا حسبنا الزوار يصيرون يبدون يعني تقريبا 20 يوم كمعدل الزياره، كمعدل الزياره خلينا نقول 10 ايام، يعني اقل زائر اليوم يروح يومين، 3 ايام يستغرق، فنقول كمعدل 10 ايام، واحسب 10 ايام يعني المواطن اليوم يقدم له على الاقل، يعني اقل مواطن ياكل 6 وجبات بالاضافه للفواكه والمشارب والمرطبات واشياء. طبعا هي المشكله تفننوا بطبيعه تقديم الطعام يعني وجذب الزائر وتقديم الخدمه والتفاني من اجل هذا الزائر. احنا اذا نريد نحسب
اذا حسبنا لو قلنا 10 ايام في ثلاثه وجبات 30 وجبه كمعدل في 20 مليون، يعني انا حسبتها بحدود طلع عندي رقم بحدود 500 مليون وجبه غذائيه، هاي اللي تقدم بس بطريق المشاريع غير اللي بال يعني هاي اللي مواكب الرسميه غير اللي بالمحافظات. طيب المواكب هنا ناجحه نجاح منقطع النظير بخدمه. لا مو انا اريد اجي للجانب الاقتصادي المردود، الاقتصادي اللي يرجع للعراق. الاقتصادي هو ذا يحصل نقل مجاني. لا 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 طعام لا مجاني. لا لا كل زائر انت احسب مبيت مجاني. لا لا 3 ملايين و500 سائح احسب خدماتهم بلاش، خلينا نقول بلاش. قولوا لو كل واحد يصرف 100 دولار واحسب 3 ملايين و500 في 100 دولار، هذا واحد. الشيء الثاني كل ما يقدم، انا قلت 500 مليون وجبه غذائيه هاي اللي بطريق المشاريع غير اللي يعني اللي يتوزع بداخل بغداد وبغيره وهنا، يعني انا يمكن اقدر الرقم اقول مليار وجبه غذائيه خلال هاي الفتره. هذه منين راح تجي الاموال؟ هذه كلها تسحب من السوق العراقيه، ايش راح تحرك؟ تحرك وسائل النقل، تحرك السوق، تحرك الايادي العامله، تعمل نوع من الهزة الاقتصادية للاقتصاد. يعني أنت إذا تريد تقدر، يعني أنا إذا أريد أقدر وهذه الأموال إذا قلنا 500 مليون وجبة غذائية بمعدل الوجبة خلينا نقول 5000 دينار، أكو وجبات فاخرة يقدمون للزائر، هذا إذا تحسب كم تريليون يدخل الدولة. هاي طبعا أنت من تنفق الأموال الطبقة الوسطى، من تنفق الأموال بداخل الدولة العراقية طبعا هذه راح تحرك أيادة عاملة وتحرك اقتصاد شلون يتحرك؟ طيب. تحرك يعني بالنتيجة هذه الثورة الحسينية بها مردودات من كل الجوانب، لأن يعني هي عبرت عن الرسالة. طيب. الإسلامية، عبرت عن الدين المحمدي، عبرت عن إصلاح الأمة. وبالتالي تشوف انت هذه اللي يصير من مجريات بداخل الزياره هو هذا اصلاح النفس، اصلاح الذات، الكرم، التآخي، التعاون، يعني كل الجوانب. طيب نرجع، المواكب قدمت خدمات كثيره رغم مردود اقتصادي اكو او خساره اقتصاديه، لكن لا ربح بالعكس. الموالون لا يفكرون بالربح وخساره بل يفكرون في ارباح في اخرتهم. شلون تقيم الخدمات المقدمة للزائرين من مواكب ومن جهات حكومية، خدمات يعني بالمواكب خدمات الطعام والشراب والنقل أيضا والخدمات الصحية وغيرها بشكل عام؟ لا طبعا هي أكيد أنا كنت هي يعني فوق الخمس نجوم، يعني اللي يمكن أي واحد هسه يروح المكان الخمس نجوم ما يجون من الشارع يجروه يتوسلوه في سبيل يجي يعني يمكن يقدم أموال إذا هذه الخطة الخدمية يعني والصحية يعني وغيرها كانت ناجحة. نعم الخطة الخدمية كانت طبعا هي أنا قلت هو تعاون الشعب مع الحكومة مع الجهات الأمنية، الكل يشعر بالمسؤولية، هو هذا الشعور الجماعي هي من آثارها ومن إيجابياتها، أنه شعور جماعي بالمسؤولية، الكل يشعر نفسه أنه مسؤول، الكل يشعر نفسه أنه يريد يقدم خدمة، الكل يريد يتعاون يعني مع. طيب رغم هذا النجاح سيد واثق، يعني ليش أكو تركيز اليوم على بعض الإخفاقات في بعض الجوانب اللي شابت هذه الزيارة رغم وجود تحدي 21 مليون؟ لا طبعا هي ماكو بلد بالعالم طبعا يقدر يستوعب، وبلد امكانياته يعني مثل العراق، يعني احنا بالحقيقه انا كنت يوم امس في كربلاء، لحد الان ما تزال كربلاء مكتظه بالزائرين ذات الزائرين الاجانب. هذه المدينه يعني صعب احنا نحتاج الى طرق سريعه، نحتاج يعني مثلا انا اقول مثلا مترو وين رايحات البغداد مثلا بين بغداد وكربلاء تربط وبنقل مستمر، نحتاج طرق سريعه ايضا، نحتاج يعني حتى مطارات. يعني اغلب المشاكل يمكن متعلقه بجانب النقل. اي نعم اكو، لا هي طبعا شغله النقل، ورغم انه كثير من الناس ينقلون مجانا لكن اكو بعض السواق يستغلون، انا شفت بعيني انه اكو بعض السواق يستغلون الاجنبي، يعني بالذات الجزائر الايراني كذا، وما يعرف باللغه ما يعرف بالعمله فيستغلوه. هذه شويه اكو نوع من الرقابه الحكوميه، بعض اكو نوع من الرقابه يحددون التسعيره ويمكن يفرضون على السائق، لكن اكو بعضهم يعني يحاول يتملص من هذه ويستغل الزائر. لكن بنفس الوقت الناس يعني بدت هي تبحث عن الغريب، تبحث عن الاجنبي، تبحث عن الزائر، يعني تقول لك هذا الزائر يمكن يعني اكثر من العراقي، يمكن يعني انا اهتم لان يعني هذا ضيف البلد، ضيف الإمام الحسين. بس ما تعتقد أن الأمور يجب أن لا تترك هكذا؟ لا هي بحاجة طبعاً إلى تنظيم من جهات مختصة؟ لا طبعا أكيد هذه تحتاج دراسة، أنا قلت المفترض تربط كربلاء بطرق سريعة، توسع حتى شوارع حتى في داخل كربلاء،
آليات النقل، آليات يعني آليات حتى آليات الزيارة، يعني الـ 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 الأماكن يعني ما تستوعبي يعني هو لكن إحنا هاي ملايين أكو يعني حتى الآليات سيد واثق يمكن تم نقلهم بباصات حكومية، باصات خاصة حتى باللوريات ميني باص وحتى بالتوك توك والستوتة وغيرها وأيضا بالقطار وما استوعب هذا الأعداد الكبيرة، حتى استعمل آليات النقل، آليات حمل مال وزارة التجارة. طبعا هي هو أستاذ بشار هو سيل بشري، لكن أنا أقول أنه ترى معظم الزائرين هو ترى ما يريد يتنقل بسيارات، هو جاي مشي جاي مشي من البصرة، يعني أنا أعرف من الأغلبية أنا أعرف ناس يجي من بغداد يروح للبصرة ويجي مشي، يعني هي هذه. وإحنا شفنا يعني مشاهد العجوز والشايب والأعمى والمعوق والجريح واللي ما عنده أيدين وكلها تقدم، يعني هي والله العظيم لو كان يعني هي المشكلة الإعلام، يعني احنا يمكن يجوز اعلامنا بس هو يحكي بهاي القضيه، الاعلام العالمي هسه يركز المفروض بهاي القضايا، هاي القضايا اللي يعني هي القضايا الانسانيه اللي تخدم الانسان، اللي ماكو يعني تسليط الضوء من الاعلام العالمي، ماكو تسليط الضوء، يعني لا اكو تسليط ضوء يمكن سيد واثق يعني لا لسه انتبهنا كرنفال صغير باي بلد انتبهنا يعني بعض القنوات وسائل التواصل الاجتماعي يعني قنواتنا بدي اسالك عن سبب يعني التركيز على بعض الممارسات الخاطئة، بعض المظاهر اللي توصف بالخاطئة أثناء شابت هذه الزيارة. ليش إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تركز من بعض الصفحات على هكذا شوائب بينما تتجاهل بعض الممارسات المهمة، بعض الخدمات المقدمة، بعض التضحيات المقدمة بهذه الزيارة، تجاهلت مثلا أخبار وجود موكب صيني، وجود موكب الأخوة المسيح، وجود زائرين ومواكب سنية، وجود كذلك موكب فلسطيني موجود، صحيح. موكب الأقصى، صحيح. بينما التركيز على بعض الشوائب يعني هي هاي أكو جهات طبعا هي هاي دور سلبية، طبعا هي ما تريد يعني دائما هاي تركز على الجوانب السلبية بالدولة بصورة عامة وبالقضية الحسينية بصورة خاصة، هي يعني ما تريد النجاح الثورة الحسينية، يعني مبادئها تختلف يعني أو بالضد، هي من ضد الإمام الحسين وضد مبادئه وضد قيمه، وبالتالي هي ركزت على هذه القضية. ولا يعني هاي القضية ما ممكن إنه الإنسان أي عاقل ما ممكن إنه يغفل وما يشاهد هاي المشاهد، ويمكن أي إنسان يعني شوف هي عظمة الإنسان دائما إذا يكون قلبه رقيق شوية، يعني أي واحد يمكن يشاهد هاي المشاهد يمكن يرد. طيب سؤال أخير، سؤال أخير باختصار، ممكن يعني الجهات الحكومية للحكومة حل بعض الأزمات اللي صارت واضحة أزمة نقل، ممكن حلها بإيجاد طرق، ممكن لحكومة أن توجد مثل ما ذكرت مترو أو قطارات أو فتح طرق أخرى؟ نعم هي طبعا بالنتيجة هي هذه الأشياء إذا تسويها الحكومة، إذا تسوي شوارع، إذا تسوي متروات، إذا قطارات، إذا وسائل نقل أخرى، طبعا هي أيضا تدر أرباح للدولة، يعني هسه إذا كانت يعني حتى لو كانت الأسعار رمزية هي بنفس النتيجة أيضا الدولة تربح، لأن هي جاي تشتغل ب يعني كأنما مثل اللي يشتغل بالجملة، تشتغل بكم عالي يعني بكل طاقتها تشتغل هذه الأيام، يعني اللي يفوج 20 مليون يعني 20 مليون 21 مليون يعني مو رقم سهل طبعا، وهذه يعني حتى هذا الأسبوع راح يستمر الزيارات، يعني مو انتهت يعني يوم الأربعين وانتهت الزيارة، لا أكو ناس بالمناسبة أكو ناس كبار، أكو ناس ما يقدرون يوصلون، ما راح يوم زيارة بارحة واليوم وباكر وعقب باكر ولا هالأسبوع كله الناس مستمرة إلى كربلاء، وهي كربلاء طيب. دائما يعني مناسباتها دائما موجودة ومفتوحة من سواء كل ليلة الجمعة وانتهان بهذه المناسبات كبيرة. نبقى سويا سيد واثق ونذهب معك ومشاهدينا الكرام إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، تمكنت قوات من اللواء 44 في الحشد الشعبي من الإطاحة بالزمرة الإرهابية المتخذة من صحاري نينوى مخبأ لها ومنطلقة لتنفيذ عملياتها الدموية التي تستهدف فيها القطعات الأمنية. هذه العملية مشاهدينا جاءت متزامنة مع عمليات أخرى حققت نجاحتها الباهرة منذ ساعة صفرها. نطالع هذا الملف الذي يحاكي انتصارات القوات الباسلة، لكن بعد متابعة هذا التقرير الذي عده لنا الزميل علي حبيب. تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي في مختلف قواطع العمليات مستهدفة قيادات مهمة في التنظيم الإرهابي
آخر هذه العمليات المعركة الشرسة بين مقاتلي اللواء 44 في الحشد الشعبي وداعش الإرهابي، بعد أن نجح الأول في محاصرة نفق بجزيرة الحضر بصحراء نينوى تختبئ فيه هذه العناصر لتندلع اشتباكات حامية تمكن فيها الحشد من قتل 8 منهم. العملية النوعية التي باغت فيها اللواء هذا التجمع الإرهابي بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي إلى موقع الاشتباكات المسلحة مع إرهابي داعش تعتبر ضمن نطاق عمليات المسح الميداني التي تقوم بها التشكيلات الأمنية على اختلاف صنوفها في الجبهات المتعددة، وسرعان ما تقطف ثمار هذه التحركات الاستباقية من خلال كبح جماح تغلغل الجماعات الإرهابية واستهداف أبرز قيادات التنظيم التي انسحب فقدانها على خلق حالة من التشظي بصفوف الإرهابيين. تجري هذه العملية تماشيا مع نسق عمليات أخرى تلاحق فيها القوات المشتركة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الحظيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء، أما في شمالها فقد تمكنت قوة أخرى من تدمير مضافتين. وإلى الأنبار، حيث ضبطت القوات الأمنية كتس متفجرات بعد عملية دهم وتفتيش في منطقة الحامضية. فهذه العمليات الاستباقية في جميع قواطع المسؤولية قلصت من تكرار الهجمات المسلحة التي تنفذها الخلايا النائمة على المدنيين في القرى والأرياف والنقاط الأمنية، وتعتمد بشكل رئيس على الجهود الاستخبارية والإحداثيات الجوية. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن ملفنا الثاني من الحصاد. نرحب مرة أخرى برئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابر. أهلا بكم سيد واثق مرة أخرى، وكذلك الترحيب بعضو ائتلاف دولة القانون السيد عباس الشبكي انضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بكم سيد عباس، وأبدأ معك سيد واثق مرة أخرى. الحشد إضافة إلى جهود أثناء زيارة الأربعينية بحماية الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة، بذات الوقت ممارسات الأمنية وخطط الأمنية وعمليات الأمنية ضد عصابات داعش الإرهابية وفلولها وخلاياها النائمة ما زالت مستمرة. هذه الجهود إلى أي درجة ممكن أن تثمر في بعض المناطق التي ما زالت رخوة وجود خلايا نائمة حتى الآن التي تقوم بتعرضات ما بين فترة وأخرى؟ نعم، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وتحية للضيف الكريم. طبعا أكيد إحنا قبل قليل كنا نتحدث عن الثورة الحسينية، وهذه نتاج اليوم العمليات الاستباقية التي يخوضها أبطال الحشد الشعبي، والعمليات مستمرة طبعا هي يومية. طبعا قد يكون بعض الإعلام غافل، لكن العمليات الأمنية مستمرة بشكل يومي ومتواصل ليل نهار، صيف شتاء حر برد بكل الأحوال. وبالتالي هذه العمليات التي يخوضها أبطالنا طبعا أكيد هي لملاحقة بقايا فلول داعش، ملاحقة بعض العصابات التي هي تختبئ أو تتخذ من البيئة الوعرة، من الصحاري، من الأنفاق، من الكهوف، وبالتالي هي تعتبر هذه ملاذات آمنة بعدما فقدت ملاذاتها في المدن والحواضن الموجودة في بعض المناطق. لذلك هي تحاول أن تتحرك أو تتعرض بشكل أو بآخر، أو تحاول أن تحدث خرق أمني، لكن الأبطال دائما لهم بالمرصاد، ودائما هم ما يتصدون، ودائما هم ما حاضرون موجودين بالجبهات. بالتالي هذه النتائج والعمليات يعني هي مستمرة. واليوم يعني حتى قبل قليل العملية أيضا كانت في منطقة راوة، ومرة ملاحقة عصابات، مرة تفتيش، مرة مداهمة أوكار مضافات، والعمليات مستمرة على مدار الساعة وعلى طول السنة. أيضا هذه العصابات يعني بعد الهزائم التي يعني حصلت عليها تحاول يعني بين الحين والآخر، هي الآن بشكل ذئاب منفلتة أو عصابات منفردة تحاول إحداث خرق هنا أو هناك أو التجمع، لكن هي مطاردة بكل الأوقات. هي الآن الحشد الشعبي يعني حتى يعني قبل الزيارة الأربعينية هم حاولوا
احداث خرق امني سواء في بغداد، تعرض على كربلاء دخول من منطقه الرصاصه، لكن كان هناك عمليات استباقيه لحشد ومختلف القوات الامنيه، كان يقظا جدا. طيب نرحب مره اخرى بعضو ائتلاف دوله القانون السيد عباس شبكي، اهلا بك سيد عباس مره اخرى. وبدايه يعني نود ان نسالك يعني عن سبب وجود بعض الخلايا النائمة والمضافات حتى الآن في بعض مناطق نينوى والكثير من المناطق الشمالية والغربية من العراق. أهلا لك ولرفيقك ولمشاهديك. طبعاً محافظة الآن تعاني هذه الموضوع بين فترة أخرى، نشاهد بعض الخروقات التي تحدث بين فترة وأخرى على الحدود الرابطة بين العراق وال. سيدي الكريم، هذه منطقة هي منطقة وعرة وهي بادية تربط ما بين منطقة الحضر ومنطقة العبقة وكذلك منطقة الشرقاط بين الشرقاط والجيارة، وبالتالي بين كل فترة وأخرى يتعرض القوات الأمنية إلى بعض الهجمات. ولكن سيدي العزيز، هناك ساتر ترابي يحصل بين نينوى من جهه والانبار احراء الانبار من جهه والحدود السوريه من جهه. وللمعلومه ان هذه الخلايا من داعش هي خارج هذا الساتر، وبكل بين فتره واخرى تظهر لبعض الامور وبعض العمليات الاستباقيه، ولكن يسارع كما تعلم ان القطاعات العسكريه والحشد الشعبي يسارع الى الهجمات المنظمه على هذه الخلايا. لديهم بعض الدراجات ولديهم بعض الاسلحه الخفيفه، وهم يحاولون عرقله بعض القوات الامنيه في مسارها وكذلك في مراقبتها وكذلك في اداء مهامها. وبالتالي هذه الخلايا هي خلايا ضعيفه حقيقه، لنكون واقعيين، ويملكون خيار سوى خيار بعض الهجمات البسيطه التي يتعرض لها القوات الامنيه. ولكن المشكله يجب ان يكون لدينا الطائرات ويجب ان يكون مسيره حقيقه. لماذا؟ لان هذه الصحراء هي صحراء واسعه وشاسعه جدا، يعني اليوم اذا جبنا بعض الالويه وبعض القطاعات حتى بمستوى فرق تضيع في هذه الصحراء حقيقه. وبالتالي كما اشرت هناك حد ترابي فاصل بيننا وبين في منطقه الحضر وتل عقد، بيننا وبين سوريا وبيننا وبين محافظه الانبار من جهه اخرى، وبالتالي هم الان خلف هذه الساتر، ولكن ليس بالعدد الذي يعني يتكلم به الاعلام. طيب، خلايا بسيطه نائمه. طيب ايضا ينضم لنا مباشره عبر الهاتف رئيس اركان الحشد الشعبي في قياده عمليات نينوى السيد مصطفى العوادي. اهلا بكم سيد مصطفى، وبدايه نود ان نسالك عن عمليه امس التي قام بها اللواء 44، شنو هي تفاصيلها؟ مجرياتها؟ هل حققت اهدافها ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بكم وبضيوفكم الكرام. شرعت قياده عمليات نينوى الحشد الشعبي المتمثله باللواء 44 وكافه الصنوف السانده بناء على معلومات استخباراتيه دقيقه توفرت لدينا في هذه الايام، والحمد لله انطلقت يوم امس عمليه واسعه كبرى في جزيره الحضر. نعم. تقريبا في الحدود الفاصله بين جزيره الحضر وكذلك جزيره صلاح الدين، يعني اقصد من كلامي ان الحد الفاصل بين صلاح الدين ونينوى، هذه النهايات السائبه يستخدمها التنظيم الارهابي لحفظ مواده اللوجستيه وكذلك مضافات كبيره. والحمد لله وهذه العمليه جاءت في الوقت المناسب، كان التنظيم يخطط لعمليات استهداف القطاعات الامنيه في ساتر الحضر وساتر البعاد وحتى الطريق الرابط بين صلاح الدين والموصل. العمليه تكللت بالنجاح الباهر، تم قتل مجموعه كبيره من الدواعش في هذه المنطقه وكذلك الاستحواذ على موادهم اللوجستيه والاحزمه الناسفه والعبوات اللي كانت مؤديه للتفجير وكذلك الاستيلاء على عجلاتهم، والحمد لله تم قتل جميع المفرزه واعاده القوه بسلام والحمد لله رب العالمين. طيب هذه المنطقه التي يتواجد بها اللواء 44 وبقيه المناطق الاخرى والقواطع لعملياتكم،
مناطق ساخنة بها لحد الآن، أكو عصابات، أكو جيوب، أكو فلول لعصابات داعش الإرهابية. بالمقابل يعني الإمكانيات اللوجستية وغيرها لدى الحشد الشعبي أو القوات بشكل عام في هذه المناطق، هل هي متمكنة لوجستيا 100% أم هي بحاجة إلى احتياجات من أجل التعامل مع هذه الفلول كطائرات مثلا، مسيرات، كاميرات ليلية مثلا، أو حتى سلاح أو دعم؟ عزيزي، كما تعلم أن جزيرة الحظر والبعاد وكذلك المناطق القريبة على الأنبار وصلاح الدين، هذه مناطق واسعة لا يمكن تغطيتها بالكاميرات ولا تغطيتها بالطائرات المسيرة على مدى 24 ساعة. هناك مجاميع إرهابية صغيرة تتنقل بصورة مستمرة من مكان إلى آخر، تحاول الحصول على مواد غذائية ولوجستية لتمكنها من العيش. أما اليوم داعش في هذا الوقت لا يمكن أن يهجم على قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي المتواجد في هذه المناطق، وهو يحاول قدر الإمكان الحفاظ على أمن المنطقة ليتمكن من العبور والحصول على مواد غذائية ولوجستية تمكنه من العيش في هذه المناطق الصعبة، قلة الماء وقلة المواد الغذائية وكذلك النقص الحاصل في أو بعد عن خط الصد، صراحة يواجه صعوبة كبيرة في العيش ويواجه صعوبة كبيرة في التنقل من مكان إلى آخر. رئيس أركان الحشد الشعبي في قيادة عمليات نينوى السيد مصطفى العوادي، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف. أعود لك سيد واثق، هناك اليوم حديث عن تنامي تهديدات أو تنامي العصابات الإرهابية ربما مستغلة الخلافات السياسية خصوصا في مناطق شمال العراق، في مناطق غرب العراق. هذا تهديد سياسي جاء في هذه الفترة لو فعلا أن هناك تنامي لهذه المجاميع الإرهابية وممكن أن يدفع بالإرهاب كما حدث سابقا؟ لا، هو ايديولوجية الارهاب واضحة، يعني دائما ما تحتاج على ازمات سياسية، دائما تحاول تنشط نفسها بشكل او باخر، او حتى تحدث يعني اي عملية حتى لو كان اعلامية تستغل الاجواء السياسية، الخلافات السياسية، المشاكل، حتى يقال ان القوى السياسية والحكومة هشة والدولة العراقية هشة والعصابات الارهابية بدأت تظهر مرة اخرى. لكن هي بالنتيجة كما اشار السيد العوادي والضيف الاخر السيد الشبكي، يعني انه هذه مجامع، هي مجاميع يعني في الصحراء، وهذه مجاميع يعني تبحث يعني حتى يعني تبحث عن طعامها، عن اكل، عن وسيله تنقل، وهي صعبه يعني جدا يعني بالنسبه له. لكن يعني احنا نقول الان يحتاج الى جهد التكنولوجي اكثر من جهد البشري، لان هي صحراء واسعه واماكن. وبنفس الوقت ايضا مثل ما اشار السيد العوادي، ما ممكن انه هذه الاجواء والصحراء الواسعه اللي ممتده من الرمادي الى نينوى الى الحدود السوريه انه بطائرات مسيره 24 ساعه نبحث عن اشخاص. هم طبعا مجاميع 5 10، وهذه مجاميع جدا صغيره الان، واصبحوا هم هؤلاء شخصيات يعني مطلوبه للقضاء ومجرمين، يعني ويمكن يعني ما يشكلون ذاك التاثير، لكن هي القوات الامنيه مع ذلك هي تلاحقهم، تطاردهم وتحاول ان تقتض يعني تتخلص من عندهم بهذه المجامع، تلاحقهم يعني باي مكان. هم يعني ربما يكون يعني احيانا القوات الامنيه تتحرك وهي تعرف صحراء واسعه وهم مختبين يعني بين انفاق، بين يعني تمويهات، بين الاتربه، بين هذه الاماكن يعني احيانا. فلذلك يعني بعض مرات يصير التعرضات تتعرض الى مواجهه لانه يكون اشبه بالكمين بالنسبه للقوات الامنيه، لان القوات اللي جايه مكشوفه بالنسبه للمجاميع اللي هي اصلا بالاصل هي مختبئه، لكن مع ذلك هي ما عادت تشكل خطر بالنسبه للعراق. هي تحاول بين الفتره والاخرى انها تحاول تسوي فعاليه حتى يقول لك انه الجماعات الارهابيه مجموعه ممكن تكون وسيله تهديد وضغط على العمليه السياسيه. وهي فعلا يعني كان لديها خطط لاستهداف القطعات الامنيه وحدث هذا سابقا. انا اعود لك مره اخرى سيد عباس، يعني خصوصا في مناطق نينوى، في المناطق الشماليه موجودة يعني رغم قلتها وجهود كثيرة وكبيرة للقوات الأمنية للقضاء على هذه الفلول والعصابات الإرهابية، لكن كيف تجدون أو تقيمون جهود القوات الأمنية المختلفة والحشد الشعبي لتعاملها مع هذه العصابات الإرهابية في هذه المناطق؟
هذه المناطق الحدودية يعني أكثر هذه المناطق تلعبت كما أشرت، ومنطقة الحضر ومرورا بمنطقة بادوش إلى وصولا إلى الحدود السورية. هذه المناطق يعني غالبية هذه المناطق، لا نقول كل المناطق، ولكن غالبية هذه المناطق بيد الحشد الشعبي، وبالتالي نحن نحتاج إلى تقوية ودعم للأخوة الرابطين وكذلك القطاعات المنتشرة على هذا المسافة. نعم. لأن هذه المسافة هي مسافة خطيرة جدا، وبالتالي سقوط مأساة محافظة نينوى عام 2014 بدأت من هذه المنطقة، واليوم على القائد العام للقوات المسلحة دعم هذه القطاعات بكل طاقته ليتسنى لنا وليتسنى لهذه القطاعات السيطرة على هذه المناطق الصحراوية البحتة وهذه المناطق الوعرة. أما من ناحية التنسيقية، هناك تنسيق عالي بين الأقوى في الحشد وباقي القوات الأمنية من الشرطة الاتحادية وحتى الشرطة المحلية وحتى الأقوى في قيادة العمليات الأقوى في الجيش. واليوم نحن مسؤولون أمام أهالي نينوى لنكون واقعين أكثر. يوجد بعض الخلايا لحد الآن في هذه المناطق، وبالتالي يجب القضاء على هذه الخلايا النائمة إما بعمليات عسكرية استباقية أو من خلال ضرب الطائرات، لأنه كما أشرت لك هذا لا يحدث تغييرا جذريا كما وقعنا في عام 2014 من مأساة سقوط الموصل برمتها. واليوم هذه الأعداد لا تتجاوز العشرات، لا تتجاوز عدد الأصابع. طيب، لكن سيد عباس، بالتالي يجب على القائد العام للقوات المسلحة دعم هذه القطاعات في هذه المناطق الحرجة الصحراوية المفتوحة. إلى أي درجة بالمقابل توجد يعني خطورة من تنامي هذه المجاميع الإرهابية؟ قبل التحدث عن الخطورة، يجب علينا نحن عندما الفتوى الجهاد للسيد سماحة السيد السيستاني ولبوا الأخوة نداء المرجعية وهبوا باقي القوات الأمنية وتحركوا نحو مدينة الموصل، قطعنا الأثمان باهظة من الدماء وحررنا الأرض وحررنا كل ما كان تحت سيطرة هذا التنظيم الإرهابي الخطير. وبالتالي اليوم يجب بتل هذا التنظيم مهما كان خطورته ولو كان شخص واحد. بالتالي يجب علينا القضاء على هذا التنظيم عسكريا وتنظيميا وماليا. اليوم داعش في هذه المناطق لا تملك أي تمويل مالي، بعض الأحيان يتجهون على الفلاحين ويقومون بتهديد الفلاحين ليتقاضوا بعض الأموال وبعض الأرزاق الغذائية ليمولوا أنفسهم بأنفسهم. هذا يدل على أن هذا التنظيم فقد كل طاقته وفقد توازنه في هذه المناطق، ويجب علينا القضاء. وهذا يدل على أن هذا التنظيم الآن بعيد جدا، ولكن يجب علينا استغلال هذه الفرصة، القضاء على هذه المجاميع الصغيرة لكي لا يتسنى مأساة 2014، لكي لا يتطور التنظيم ويتحول إلى تنظيم خطر مهما كان سهولة هذا التنظيم. أنا أقول لك هذا التنظيم اليوم في هذه المناطق لا يتجاوزون العشرات، وربما لا يتجاوزون 30 إلى 40 شخص، لكن يجب علينا سيد الكريم القضاء على هذه المجاميع ليعيشوا أهل من مدينة الموصل بأمن وأمان. اليوم يوم أمس عفواً عندما تعرض بعض القطاعات من القوى في الحشد الشعبي الى هذا التعرض، حقيقه اثيرت ضجه في مدينه الموصل، لان هذه المناطق كما اشرت لك في حديثي هي نفس المناطق التي جاء بها التنظيم وسقطت. طيب، مدينه الموصل في هذه المناطق. اذا هنا يعني راح تاخذنا الموضوع يعني والحديث قبل ايام بوجود خطوره سيد عباس من دعم و دفع مجاميع إرهابية وإدخالها من سوريا إلى العراق، يعني ممكن أن يتحقق هذا التهديد أستاذ عباس لو هو مجرد تهديد مرتبط بالخلافات السياسية؟ أنا رأيي الشخصي ليكون صريحا معكم وواقعيا أكثر، يجب علينا أن يكون مركزية القرار قرار واحد، بالتالي يجب هناك قرار مشترك بين العمليات والأخوة في عمليات الحشد وعمليات الجيش وكذلك الأخوة في الشرطة. يعني على سبيل المثال، نحن قبل عام أو أكثر من عام قام الأخوة في لواء 30
بالجملة جزيرة الحبر، وهذه المنطقة كانت منطقة نائية، واصطدمنا بصدور أوامر في بغداد من قيادة العمليات وكذلك من القائد العام للقوات المسلحة بانسحاب هذا اللواء وإعطاء الدور لبعض الألوية والقطاعات العسكرية الأخرى. نحن اليوم نحتاج إلى مركزية اتخاذ القرار، ويجب أن لا نختلف على بعض الأمور العسكرية مثلا اختلافاتنا السياسية. اليوم هدفنا هدف واحد، اليوم هدفنا هو القضاء على هذا التنظيم الإرهابي الخطير، وبالتالي يجب هناك جهود حثيثة ومشتركة أكثر حقيقة يتسنى لنا القضاء على هذا التنظيم. أما إذا كانت توجهاتنا السياسية وعملياتنا الاستباقية السياسية ومن فترة وأخرى تتغير من حالة إلى حالة حسب الوضع السياسي في العراق، أتصور فإننا لا نستطيع القضاء حتى ولو على نعم كان ضعف هذا التنظيم. نعم التنظيم اليوم ضعيف جدا في هذه المنطقة، وأنا أطمن أهالي الموصل كإعلام أنه لا يوجد خطورة في هذه المناطق، لكن كما قلت في حديثي يجب القضاء على هذا التنظيم مهما كان عددهم ومهما كان عدتهم. اليوم هذا التنظيم لا يمتلك الخطورة، والدليل على هذا يقوم التنظيم بتهديد الفلاحين وبعض الأهالي القرى ليتمكنوا من الحصول على بعض الأرزاق الغذائية، وليتمكنوا الحصول على بعض الأموال ليمولوا نفسهم، وهذا يدل على ضعف التنظيم في هذه المناطق. عضو ائتلاف دولة القانون السيد عباس الشبكي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، شكرا لكم سيد عباس. وسؤال أخير لكم سيد واثق، برأيك ما مدى جودة أو ما مدى التنسيق ما بين القوات الأمنية والحشد الشعبي ومختلف صنوف القوات الأمنية في هذه المناطق التي توصف بالساخنة، ولماذا لا يتم تحسين جودة التنسيق بين القوات؟ لا، هو التنسيق عالي بين كل الأجهزة الأمنية، لكن أكيد يعني أحيانا يحدث يعني بعض الإشكاليات. يعني كما تعرفون المنطقة أولا وعرة ومناطق كبيرة واسعة شاسعة، بالتالي أحيانا يعني احنا شاهدنا أكو صور كانت في أحداث سابقة يعني تعرض أو محاصرة بعض القوات و وال يعني وتأخر الإسناد، بعض الأماكن غير محصنة بشكل واضح. يعني هم أيضا شفنا قبل فترة يعني يعني شلون ما هي النقاط اللي يعتمي بها الجنود، يعني غير محصنة، يعني ما ممكن يقاوم قوة إرهابية ممكن تجي بسيارات أو مفخخات أو انتحارية. بالتالي هذه الخطط أيضا يعني القوات الأمنية والحشد الشعبي أصبحوا هم اليوم مدارس لفنون القتال والحرب والتضحية، بالتالي الأداء المفترض يعني يتحسن. وهذه المجامع يعني هي مجامع يعني صغيرة على عدد الأصابع، لكن هي بنفس الوقت خطيرة، خطيرة على الأهالي، هي تهدد وتبتز الأهالي و يعني أحيانا حتى تستغلهم، وبنفس الوقت خطيرة على القوات الأمنية، لأن كل واحد بهم هو انتحاري ومستعد للقتل وللانتحار وللتفجير. أيضا لا بد من القضاء على هذه العصابات الإرهابية بشكل كامل طبعا. أكيد رئيس مركز الكتاب للدراسات السيد واثق الجابري، شكرا لك، كنت ضيفا كريما، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.